صباح الخير على كل مشاهدين مدرستنا 3 وحلقة جديدة من برنامج طابور الصباح. صباح جميل على بلدنا الحلوة اللي من كبرها لصغيرها، واقفين على قدم الوساق زي ما بيقولوا، وحاسين بالفخر واحنا بنستضيف قمة المناخ على أرض بلدنا العظيمة. بنحس كده انه في حيوية وحماس وطاقة إيجابية مالية شوارعنا وبيوتنا، وبإذن الله مصر هتفضل دايما تبهر العالم بحسن ضيافتها وتنظيمها لأي حدث عالمي على أرضها، أرض الحضارات. أكيد اهتمامنا بقمة المناخ مش بس عشان المؤتمر مقام على أرض بلدنا، لكن لأنه الحدث الأهم والأخطر على مستوى العالم، وده اللي بيخلي قمة المناخ حدث مهم جدا، لأن العالم كله مطالب بقى أنه يبحث عن حلول وتدخل حيز التنفيذ بسرعة جدا لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. ده هيخلينا نروح لأول خبر معانا، واللي بيجاوب لنا على سؤال ليه فجأة كلنا مهتمين بموضوع المناخ. وفي ناس كتيرة قوي بتبقى شايفة انه مش هنستخدم البلاستيك عشان السلاحف اللي في البحر ما تموتش وهي مخنوقة، بس هي دي المشكلة. لكن الحقيقة ان المشكلة اعمق من كده بكتير قوي، وكلنا هندفع ثمنها يعني عاجلا ام اجلا. أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بيأكد على أن تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية هم القاتل الأشد فتكا بسكان الأرض من أمراض كتيرة قوي زي الإيدز والدرن والملاريا. كمان خبراء المنظمة وضحوا في تقرير المؤشر السنوي للحياة وجودة الهواء 2022 الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يفوق التدخين في تقصير متوسطات الأعمار حول العالم، يعني بيقصف العمر، بيقلل كمان متوسطات أعمار البشر، وبيتسبب في موت عدد من الأشخاص سنويا أكثر من عدد قتلى الحروب. ودعا كمان خبراء المنظمة إلى ضرورة اتخاذ تدابير دولية سريعة لتحسين جودة الهواء على سطح الأرض وتقليل مستوى الملوثات العالقة في الهواء والناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري والمحروقات الهيدروكربونية. أشاروا كمان إلى أن الحد من انبعاثات الملوثات الهوائية بيشكل في حد ذاته أمن صحي وقائي للبشرية من الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض الدم وغيرها كتير من الأمراض اللي بينتج عنها سنوياً 7 مليون وفاة على مستوى العالم. كشفت كمان تقارير منظمة الصحة العالمية أن 99% من سكان كوكب الأرض بيستنشقوا هواء ما بتتوفرش فيه معايير السلامة والجودة اللي حددتها منظمة الصحة العالمية، ولفت أن جودة الهواء في مناطق زي شرق حوض البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا هي الأقل على مستوى العالم. للأسف مصر من دول شرق المتوسط، وعشان كمان هي كده تعتبر أنها من الدول المتضررة بشدة من التغيرات المناخية. تقرير منظمة الصحة العالمية أكد أن مستويات التلوث الحالية لهواء الأرض بتقلل من عمر سكانها بواقع 2.2 سنة لكل فرد نتيجة الانبعاثات الكربونية. يعني في بريطانيا مثلا بيفقد 36,000 بريطاني حياتهم سنويا نتيجة لتلوث الهواء. وبما أن احنا بنقول كمان أن مصر من أكثر الدول المتضررة بسبب وقوعها في شرق المتوسط، فده بيقول أن ممكن جدا تكون النسبة دي أعلى عندنا احنا بكتير جدا. لأن زي ما قلنا إن مؤتمر المناخ يعتبر الحدث الأهم والأخطر على مستوى العالم، عشان كده هنلقى إن كل الناس مهتمة بيه بشكل خاص وبتحاول إنها تقدم مشاريع ومقترحات لحل الأزمة العالمية. ده بقى بيخلينا نروح لتاني خبر معانا النهاردة، وهو عن مشروع قانون يعتبر الأول من نوعه تماشيا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في ملف التغيرات المناخية، واللي تقدمت بيه النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب. بيهدف المشروع ده لضرورة التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره. أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ظاهرة التغير المناخي بتهدد الوجود الإنساني على كوكب الأرض باللي بتفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وأنماط الطقس. عشان نعرف أكتر عن مشروع القانون ده معانا على التليفون النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية بنحيي حضرتك على يعني مشروع القانون، وعايزين نعرف أكتر عن المشروع اللي حضرتك تقدمتي. أشكركم جدا. زي ما حضرتك تفضلتي، مصر من الدول الأكثر تضررا من قضايا التغير المناخي. إحنا عندنا دلتا مهددة بالغرق، عندنا ملايين من البشر يصابوا بالربو سنويا بسبب الانبعاثات الكربونية، عندنا تهديدات خطيرة تخص الشعب المرجانية والطبيعة والتنوع الحيوي، عندنا تهديدات ثانية لندرة المياه والجفاف واللي بسببه محاصيل زراعية كتير طبعا بيحصل فيها تغيرات واسعة، ده إلى جانب الأرض المزروعة بالفعل وتأثر المحاصيل وغيرها وغيرها من الآثار السلبية جدا للتغير المناخي. يمكن سنة بعد سنة بقى المواطنين العاديين يشعروا بمعنى التغيرات المناخية. يمكن في وقت سابق
كان ناشطين المناخ عدد محدود جدا من الناس صوتهم مش مسموع، بس باستمرار طبعا سواء حدة التغيرات المناخية أو ارتفاع صوت أصوات المطالبين بالتدخل، الأمور بدأت تتحرك في مسارها السليم، وهو أنه البشرية كلها الحقيقة لازم النهاردة تشتغل على قضية تغير المناخ بشكل جاد، سواء بتوفير الدعم اللازم أو وقف الانبعاثات والتحول الأخضر. ويمكن مشروع القانون اللي تقدمت بيه ما كانش في التشريع المصري قبل كده كلمة، يعني كلمة التغير المناخي ما كانتش موجودة في التشريع المصري. فمشروع القانون هو بالكامل عن إزاي مصر تقدر تلتزم بالمحددات التي وضعتها. بالمناسبة مصر عندها استراتيجية وطنية للتغير المناخي اتحطت يعني نهاية العام المنصرم وأعلن عنها السنة دي، وفي نفس الوقت في العديد من التشريعات، ولكن هذه التشريعات ما كانش بيحصل لها تحديث يتطابق ويتوافق مع التغيرات اللي بتحصل في هذه القضية الهامة جدا. طيب ايه الاقتراحات اللي حضرتك حطيتيها في المشروع؟ مشروع القانون فيه طبعا العديد من المواد، ولكن ابرزها واهمها هو انه المجلس الوطني للتغيرات المناخية يبقى جهة ذات سلطات اوسع، ومنها انها تقرر حد معين للانبعاثات بعده اي مصنع او اي نشاط ايا كان، نشاط انساني بيصدر كم معين من الانبعاثات بيبقى بيدفع عليها ضريبة كربون. برضو من أبرز مواد القانون أننا نحد من استخدام البلاستيك، وأنه الأكياس البلاستيكية تبقى مسعرة، لأنه ده هيساعد المواطنين كلهم. أنا عشت في عدد من الدول مفهوم الكيس البلاستيك اللي في السوبر ماركت وبنستخدمه بكثرة جدا ده مش موجود، لأنه أحد أكثر الأضرار البيئية بتيجي من كميات البلاستيك اللي البشرية أصلا مش قادرة تتخلص منها، وتحللها صعب جدا جدا وبياخد مئات السنين، فالحد كمان من استهلاك البلاستيك. واحدة برضو من أبرز المواد في مشروع القانون هو أنه أي منتج بنستخدمه يبقى موجود عليه ليبل، أو يعني زي ما بنقول وسم واضح جدا في المكون الكربون في هذا المنتج، و إذا كان صديق للبيئة باللون الأخضر أو إذا كان ضار بالبيئة بلون أحمر وهكذا. بس ده يحط كمان للمستثمر شكل تشريعي لائق وآمن، لأنه إزاي مصر بتتعامل مع هذا الموضوع بجدية وهو مضرب في قانون. طيب حضرتك اتكلمتي في المذكرة التوضيحية عن اختلال الناموس البيئي واللي بيتسبب في انتشار الأوبئة، ممكن حضرتك تكلمينا أكتر عن الأمراض والأوبئة اللي ممكن تنتشر بسبب الاختلال ده؟ ببساطة جدا، يعني مش هتكلم في موضوعات علمية دقيقة شوية، لكن ببساطة جدا احنا مش عايشين في كوكب الأرض لوحدنا، عايش معنا ملايين الكائنات الأخرى. بعض هذه الكائنات هي فيروسات وبكتيريا وآفات ضارة للأرض الزراعية وكائنات دقيقة. درجة الحرارة لما بتتغير بمقدار فاصل من 10 ده بيؤثر بشكل مباشر على دايرة حياة هذه الكائنات. فازدياد حرارة الأرض بشكل مستمر نتيجة للتغير المناخي ده بينذر بكارثة صحية، لأنه دورة حياة هذه الفيروسات والبكتيريا والكائنات الضارة وغيرها بتبقى أسرع وبيبقى انتشارهم أكبر بكتير، فبتحصل طبعا أمراض وبتحصل آفات واسعة للمحاصيل الزراعية وبيتأثر الإنسان بشكل مباشر، ده ناهينا عن طبعا الإجهاد الحراري اللي بيؤدي إلى الموت وغيره من الأمراض المتعلقة بالتغير المناخي. بس تعريف كلمة الناموس البيئي يعني إيه؟ هو ده اللي أنا كنت بحاول أقول لحضرتك، إحنا في درجة حرارة المفروض معينة ثابتة للأرض، الناموس البيئي فيها إنه لا يطغى كائن على وجود الآخر. لما الناموس ده بيتغير، اللي هو لما بنغير درجة الحرارة وجود وتوزيع هذه الكائنات بيختلف جدا. يعني تقصدي عدم اختلال الاتزان البيئي ما بين الكائنات المختلفة أو كل الكائنات الحية. هو القانون، والقانون البيئي قايم على التوازن. تمام. لما بنغير أي حاجة في المعادلة دي بتحصل نتائج كارثية. طيب إزاي ممكن القانون يحد من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة شح الموارد الطبيعية وبالتالي وجود صراع على الموارد؟ يعني بالشكل المباشر هو إن إحنا لما بنحد من الانبعاثات الكربونية احنا بالتالي بنرشد الاستخدام للموارد اللي حولنا اللي في الاخر بتنقذ البيئه وبتساهم في تقليل الانبعاثات من الارض كلها. برضو لازم نذكر انه الحقيقه مصر من الدول قليله الانبعاثات، احنا الانبعاثات عندنا 6 من 10%
وده رقم ضئيل مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة، ولكن ليه دلالة على انه قد ايه حتى بانبعاثاتنا القليلة احنا في حريصين جدا جدا لاننا متضررين بشكل رئيسي اننا نواكب التشريع العالمي في هذا الصدد، واننا نكون ملتزمين بما يخص التزاماتنا سواء الدولية او المحلية إذا قضايا التغير المناخي. وكمان في نقطة مهمة إنه ده محتاج الحقيقة تمويلات، وده محتاج شراكات واسعة مع كل دول العالم المتقدمة، محتاجين شراكات علمية كمان، المدارس والجامعات، وإنه يبقى عند الجيل الجديد وعي حقيقي بإنه مشارك في مستقبل هذا الكوكب، وإنه عنده دور في إنه هو يشير لهذه القضايا ويبقى مستهلك نظيف، بيستهلك منتجات لا تضر البيئة، بيقلل على قد ما يقدر من استخدام يعني الملوثات والانبعاثات. وطبعا انا بقول برضو انه المستوى الفردي مستوى فاعل، ولكن الاهم بكتير هو المستوى اللي على مستوى خطط الدول، اللي هو احنا صناعيا هنقلل الانبعاثات لاي درجه، احنا زراعيا هنتكيف ازاي مع هذا التغير المناخي وغيره من الامور. نشكر حضرتك جدا جدا النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب. نشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمة دي، وعلى كمان مشروع القانون ده اللي أنا أظن أنه مفيد جدا جدا في الوقت الراهن. خلوني بقى أعقب على الكلام اللي هي كانت بتقوله، فكرة الناموس البيئي وفكرة ان احنا عندنا توازن بيئي، احنا عايشين، احنا الكائنات او الانسان بيمثل 1% فقط من الكائنات الحية او انواع الكائنات الحية اللي موجودة على سطح كوكب الارض. احنا عايشين في وسط ملايين من الكائنات الحية، سواء حيوانات سواء نباتات سواء بكتيريا وفطريات وغيرها كتير. اي تاثر صغير جدا في اي كائن من الكائنات دي بيأثر علينا احنا بشكل مباشر، يمكن احنا ما بناخدش بالنا من ده. بس مثلا في وقت من الاوقات كنت قاعده بفكر ايه يا ترى لازمه الحيتان؟ ليه في كائنات كبيره قوي كده موجوده في المحيطات وموجوده في البحار واحنا مش عارفين ايه لازمتها، غير ان بناكلها، في ناس بتستخرج منها مثلا زيت كبد الحوت وازاي ده مفيد وبيستخدموا منه عطور وكل الحاجات دي، بس هي كائنات كبيره قوي ليه ممكن تكون موجوده وهي دي بس فايدتها يعني. لحد ما قريت كده مقاله على ان فضلات الحيتان من غيرها ما نقدرش نتنفس. تخيلوا ازاي بقى؟ الحوت يعتبر منافس كبير جدا في اكل السمك للانسان، يعني الحوت بياكل طبعا كائنات بحريه كتير جدا لانه كبير قوي، فبيستهلك كميه كبيره قوي من الكائنات الحيه. امعاء الحوت عامله زي ما تكون كده مصنع ان هو بيطلع المواد الغذائيه اللي هو بياكلها دي بشكل اخر في الفضلات. طب مين بقى بيتغذى على الفضلات دي؟ كائنات دقيقه شبه النباتات البحرية اسمها الفايتوبلانكتون، دي موجودة على سطح المحيطات بكميات كبيرة جدا ولكنها ميكروسكوبية فإحنا مش بنشوفها. النباتات دي لأنها موجودة على سطح المحيط فهي مش بتوصل بسهولة، يعني هي بتعرف تعمل بناء ضوئي لأن هي قريبة من النور وقريبة من الشمس لأنها على السطح، لكنها مش بتعرف توصل للمعادن والأغذية المناسبة ليها لأنها مش محطوطة في التربة. مين بقى اللي بيوصل لها المواد الغذائيه اللي هي محتاجاها؟ الحوت، بسبب ان هو الفضلات بتاعته مليانه مواد غذائيه بتتغذى عليها الفايتوبلانكتون. طب احنا بقى كبني ادمين ازاي بقى ده بيفرق معانا؟ الفايتوبلانكتون ده مسؤول عن 50% من الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، يعني من غير الحوت، من غير فضلات الحوت، من غير الفايتوبلانكتون اللي بيعوم على سطح المحيط احنا مش هنعرف نتنفس، هنتخنق. تخيلوا، فشوفوا ازاي كيمياء الطبيعه ازاي قدرت تحافظ علينا لالاف السنين، وعلى الرغم من كده الانسان بسبب التطورات الصناعيه الاخيره وبسبب الملوثات الكتير اللي هو بيستخدمها هيقضي على الكوكب كله في وقت قليل جدا. فعشان كده بنقول الكلام ده علشان نقول قد ايه اللي احنا بصدده دلوقتي ده امر كبير جدا. مصر دلوقتي بتستضيف قمة المناخ اللي هي العالم كله موجه أنظاره ليها، لأن احنا لو فعلا العالم ما خرجش بتوصيات وتدخل في حيز التنفيذ بأقصى سرعة العالم كله معرض للخطر السريع. خلونا بقى نروح لفقراتنا النهاردة. تعرفوا أن مصر فيها 3.5 مليون كفيف بحسب تقرير الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، وده مش رقم قليل ابدا، وبيحتاج نكون كلنا عندنا الوعي الكافي بكيفيه التعامل والتواصل معاهم سواء في الحياه العاديه او على منصات التواصل الاجتماعي، ونعرف ايه افضل الطرق اللي نقدر نبعت لهم من خلالها رسائل،
وده طبعا غير تشجيعهم على دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل وكمان انهم يمارسوا الالعاب الرياضيه المختلفه. كل ده بيحصل من خلال مبادره جميله جدا اسمها بوصله كفيف، واللي هدفها انها تكون بوصله حقيقيه للتعامل مع المكفوفين في مصر. هنعرف تفاصيل اكتر عن المبادره دي في الفقره الاولى من احمد حسام رئيس مؤسس مبادره بوصله كفيف، ولكن خلونا نطلع فاصل سريع ونبدا مع احمد على طول. رغم حملات التوعية الكبيرة والمستمرة لذوي الهمم إلا أن لسه في بعض المفاهيم الخاطئة الخاصة بالتعامل معاهم خصوصا فئة المكفوفين، وده اللي شجع مجموعة منهم أنهم يعملوا مبادرة علشان يعملوا توعية مجتمعية شاملة بإزاي تقدر تتعامل مع المكفوف بشكل صحيح ومن خلال مجموعة مختلفة من الفعاليات، وكمان بيساعدوا في تمكين المكفوفين ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر. هنعرف تفاصيل أكتر من المبادرة من أحمد حسام رئيس صاحب ومؤسس مبادرة بوصلة كفيف. أهلا بيك. أهلا بيك. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. نورنا. منور حضرتك. في البداية كده قولي الفكرة بدأت ازاي بوصلة كفيف؟ هو ما بدأتش بوصلة كفيف مرة واحدة، ولكن بدأت ازاي، خلينا نرجع ورا شوية لحد تالتة اعدادي. طيب لحد تالتة اعدادي، اشمعنى تالتة اعدادي؟ دي النقطة اللي من هنا بدأت افكر، هل انا كأحمد هقدر اعيش مع تغير الوضع من ان انا بشوف لما بشوفش؟ يعني انت فقدت بصرك وانت في تالتة اعدادي؟ هو مش فقد كلي، ولكن كان بشكل تدريجي ان النظر ابتدى يقل، لان الموضوع كان جاي من خمسة ابتدائي ومن قبلها كمان الحضانة. ان انا اتحطيت في الحضانة، ودي كانت من اكبر الغلطات اللي بتحصل، انه الطفل نفسه عينه ما بتتغطاش في بعض الحضانات، ودي بتعمل مشاكل في الشبكية نفسها. طبعا مع ضعف النظر دوت واكتشفوه وانا عندي خمس سنين، خمسة ابتدائي بلعب كورة عادي جدا واتخبطت في راس واحد صاحبي، حصل انفصال شبكي طبعا في العين. تالتة اعدادي بقى طبعا مع النظر اللي ابتدى يقل دوت، انه هل انا طب هتعامل، طب انا هذاكر ازاي؟ احنا كلنا كنا بنسمع عن رويس برايل وطريقة البريل اللي بيتعامل بيها الاعاقات البصرية، ولكن احنا مش عارفين هل ده متطبق عندنا في الجمهورية ولا لا بسبب قلة الوعي. فدي كانت من الحاجات اللي خلتني اتأزمت شوية، طب انا هتعامل ازاي، طب اسرتي هتتعامل معايا ازاي، دايرة اللي حواليا نفسها هل هعرف اتعامل معاها ولا لا. ابتديت ستيب باي ستيب بعد ما عرفت برايل، ان انا دخلت مدارس الاعاقات البصرية نفسها وتعاملت زي اي حد، استخدمنا للتقنية برضو، ما فرقش اي حاجة، ما حسيتش ان في اختلاف. جيت في تانية ثانوي قلت ان انا الفئة ديت انا حابب اساعدها باي شكل كان. ابتدى طبعا الموضوع من 2019، دي كانت اول بداية لينا ان احنا نبتدي ازاي ننطلق ونشتغل على التوعية. كنا مجموعة من الشباب يعني في بداية اولى جامعة، تانية جامعة بالشكل دوت. مجموعة شباب برضو كانوا مكفوفين معك في الجامعة؟ بس مش في الجامعة، هم من محافظات مختلفة. وكان اللي بيجي لنا جديد واللي كان مستمر معنا. وازاي اتجمعتوا مع بعض؟ لا تاني معلش، يعني ازاي اتعرفتوا على بعض وبدأتوا تعملوا الحاجة دي سوا؟ انا كنت بادئ الموضوع بجروب واتساب ان انا هقدم فيه الخدمات التقنية اللي محتاج مثلا يسطب ناطق او حاجة من هذا القبيل. اشرح لي يعني ايه يسطب ناطق؟ تسطيب البرامج الناطقة على اجهزة الاندرويد نفسها، ببقى محتاج محركات واي جهاز اندرويد نقدر احنا نستخدمه، ان انا بحط عليه برنامج ناطق فبيبتدي يقرا الحاجه اللي على الشاشه نفسها من ايموجي او كلام مكتوب في الشات نفسه، مثلا لو واتساب او فيسبوك او ماسنجر.
طب دي نقطة مهمة، أصل أنا كنت عايزة أسألك، يعني لو بنبعت مثلا رسالة لحد فاقد بصره، هل الأفضل نبعت بس فويس نوت ولا ممكن كمان إن احنا نبعت رسالة مكتوبة؟ لا، بنتعامل في الاثنين. احنا كمان استخدامنا للسوشيال ميديا مش واقف لحد معين، ولكن حاجة حابب أنوه عليها إنه وأنت بتتعامل مع الأعاقة البصرية ما تبعتلوش ستيكرز، لأنها دي لسه شوية ما بتتقريش، لكن كإيموجي لا بتتقري، ما فيهاش أي مشكلة معانا، وتقدر تبعت فويس نوت وتبعت كتابة في الشات عادي جدا. طيب دي معلومة مهمة جدا. نرجع بقى مرة تانية، انت عملت جروب على الواتساب وبدأت تقدم خدمات تقنية لفقدي البصر، ومن هنا تعرفت على مجموعة شباب في مختلف المحافظات. بالفعل، وبس ما كانش على مستوى الجمهورية فقط، ده كمان كان ليا أصدقاء في الوطن العربي من مناطق مختلفة، السعودية والمغرب ولبنان والجزائر وليبيا. ابتدينا نشتغل مع بعض بشكل مختلف، ان احنا حابين ان احنا نعمل توعية توصل للناس ازاي الناس دي تتعامل معنا، وان احنا زينا زي اي حد، مفيش اي مشكلة. ولكن اللي بيفرقني عن الشخص ان انا بستخدم برامج بتساعدني بدل النظر. يعني انت كده ما اضطرتش انك تتعلم طريقة برايل؟ لا، اتعلمت طريقة برايل، ولكن كان بالنسبة لي انا كأحمد، لأني مش زي الشخص اللي لسه في إعاقته، مولود بإعاقته، أنه التكنولوجيا كانت أسهل ليا بكتير، وما زلت حتى الآن بستخدم التكنولوجيا. طبعاً يعني لغة برايل من الحاجات الجميلة جداً جداً اللي بصراحة أنا استمتعت أصلاً كمان أن أنا عرفتها. وأثناء ما أنا كنت بتدرب عليها، أنا كنت بتدرب مجموعة من الشباب الصغيرين اللي كان عندهم فقد بصر. طيب ده جميل قوي. بعد كده بقى، بعد موضوع بقى الجروب الواتساب، بدأتوا بقى من هنا بوصلة كفيف؟ لا، بدأنا رابطة مكفوفي مصر بفيسبوك بيج على الفيس، وابتدينا نعمل مجموعة من اللقاءات. كان من أهم الحاجات اللي عملناها شرح قانون 10 لسنة 2018. احكي لنا عنه أكتر، القانون ده؟ ده مجموعة من القوانين اللي نزلت، كان الرئيس وجهها لينا ان احنا نقدر يبقى لينا حقوق فيها. كان سيادة النائب خالد حنفي معانا وبيشرحها للشباب نفسها، ايه حقوقه وايه الواجبات بتاعته وايه اللي هو المفروض ياخده من الدولة نفسها، زي موضوع البطاقة المتكاملة كده بالظبط. البطاقة المتكاملة دي اثبات اعاقة لينا، وهتتوصل بكل الشبكات على مستوى الجمهورية، يتعرف ان الشخص دوت عنده اعاقة. تمام. بعد بقى رابطة مكفوفي مصر، ابتدينا يعني في 9/9/2022، احنا طبعا شغالين بقالنا سنتين ودي التالتة، نغيرنا الاسم. احنا مش عايزين على مستوى الجمهورية، لا، احنا نطمح وبنأمل انها تبقى على مستوى الوطن العربي كله، مش بس الوطن العربي، على مستوى العالم كمان، ان احنا نوصل صوتنا والتوعية نفسها، ازاي احنا كأشخاص عندنا اعاقة بصرية نقدر نتعامل. احنا مش بس اشخاص اعاقة بصرية في الفريق، لا، احنا كمان معانا اشخاص غير معاقين وبيساعدونا. اوكي، انت بقى بتحاول توصل الرساله دي لاثنين، لفئتين من الناس بالظبط، المبصرين والمكفوفين بالظبط. عايز توصل ايه لدول وعايز توصل ايه لدول؟ الكفيف ان هو يقدر يتعامل زيه زي اي حد، مفيش اي مشكله، ولكن ان هو يطور من مهاراته ويبتدي يقول انا اقدر اعمل، لان انا في الموضوع ده مش انا لوحدي اللي هقدر اثبت الموضوع ده، ومش انا كاحمد بس او الفريق ككل، لا، احنا محتاجين الناس دي نفسها كمان تكون معانا، ازاي احنا نقدر نوصل صوتنا. احنا عندنا مجموعة من الشباب متميزة جدا 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 من ناحية المهارات واستخدامها للتكنولوجيا، حاجات كتير بالشكل دوت، وانه موهوب في الغنى، واللي بيقول شعر، واللي بيقول اناشيد، حاجات كتيرة جدا بالشكل ده. فاحنا نقدر ونتكلم بصراحة، لا، الناس دي عندها طاقات رهيبة جدا، وده اللي أنا استمدته منهم، ده اللي خلاني إن أنا أقول أنا عايز أعمل حاجة للناس دي. طيب بالنسبة بقى للمبصرين، يعني أنا بشوف إنه أكيد في طريقة تعامل معينة بيتعامل بيها المبصر مع الكفيف بتضايقه، حتى لو كان ما يقصدهاش. بالظبط. إيه وده اللي بيخلي شوية في تباعد ما بين الشخص الغير معاق والشخص اللي عنده إعاقة بصرية، إن أنا كشخص
معاق، انا خايف اتعامل مع الغير معاق انه ممكن ما يساعدنيش في الحاجه ديت او يساعدني بشكل خاطئ، والعكس صحيح. انا عايز اقدم المساعده ولكن انا مش عارف ازاي اقدمها بالظبط. طيب ابسطها لو جينا نتكلم في المشي، انه خليني انا مثلا، انا شخص عندي اعاقه بصريه وحضرتك شخص ما عندوش اعاقه بصريه، لما حضرتك هتيجي تقدمي لي المساعده حضرتك هتيجي لحد عندي، طيب انت حابب ان انا اساعدك في ايه او انت محتاج مثلا مساعده؟ الاول انا بقدم الطلب دوت، هل انت محتاج مساعده ولا لا؟ بعد كده بيجي الشخص لو عايز يعدي طريق فهو بيجي يمسك حضرتك من عند كوعك هنا عشان تبقي حضرتك سابقه بخطوه، كل خطوه هتطلعيها او هتنزليها او هتبقي ماشيه على الطريق هو عارف هو ماشي ازاي، ودي افضل طريقه. طبعا في مجموعه طرق تانية مختلفه ودي حسب الشخصين نفسهم مين بيرتاح باني شكل. بس مثلا احيانا المبصر مثلا لو هيعدي فاقد البصر للشارع يمسكه هو، ما يخليش المكفوف هو اللي يمسكه مثلا. لا، لان زي ما قلت لحضرتك لازم أن يكون هو الشخص الغير فاقد للبصر دوت هو اللي يكون سابقني بخطوه عشان اعرف هو ماشي ازاي. طب لما هيحود يمين او شمال هو الشخص التاني انا ماسكه من المفصل هنا بتاع الكوع، فبالتالي انا بعرف الحركه نفسها بتاعت جسمه بتكون ازاي. طيب قول لي العصايه اللي بيستخدمها المكفوف، يعني هل هي اي عصايه تنفع ولا لا؟ وعاده بنشوفها لونها ابيض، اشمعنى؟ طيب لونها ابيض ليه؟ عشان هي تبقى بارزه اذا كان في ليل او النهار، فهي هتلفت الانتباه للشخص نفسه اللي هيشوفها. واحنا محتاجين فعلا نوعي بجزئيه العصايه ديت، وهتكلم مع حضرتك في الايفنت اللي احنا نزلنا عملناه على الارض يوم 4/11. العصاية زي ما قلت لحضرتك لونها أبيض عشان تلفت الانتباه. هل في منها أشكال أو أحجام مختلفة؟ في منها، في العصاية اللي بتتفك تمام لأربع عقل، بيبقى رابط العقل ديت الأستيك نفسه عشان تبقى متماسكة. في العصاية اللي في آخرها عجلة. طيب انا كشخص اعاقه بصريه بتحرك بيها ازاي؟ تبقى بشكل نصف دائري تمام عشان اقدر اعرف الحاجات اللي على الارض، ما تبقاش مرفوعه عن مستوى الارض، لا بتكون على مستوى الارض عشان اقدر اعرف لو في رصيف، في مثلا حجر في الارض، في حفره، فببتدي انا اتفادى الموضوع دوت عن طريق العصايه نفسها. في طبعا منها اللي بسنسور وغيره متقدمه، بس لسه هي ما وصلتناش هنا في مصر. تمام. طيب وكمان شباب حاسبات ومعلومات وغيرهم شغالين على حاجات زي كده عندنا هنا في مصر. حاجات زي ايه بقى؟ ان هو عايز يطور منها انها تبقى بشكل تقني، انها تبقى مثلا مربوطه بنضاره، او يعمل نضاره تبقى بسنسور نفسه وابقى انا لابس مثلا اير بيس او حاجه توصل لي. تشرح لي الشكل قدامي عامل ازاي، مش كده؟ بالظبط كده. إذا كان مثلا قدامي شجرة فهيقولها لي، إذا قدامي مثلا أشخاص فبالتالي أنا بحفظ الصورة نفسها في الميموري بتاعت الشخص دوت عشان لما يتشاف في مكان تاني فيقول لي فلان أهو. طيب نرجع تاني بقى لبوصلة كفيف، أنتم مقدمين فيها خدمات كتيرة قوي وطرق مختلفة للتوعية كمان، أنا شايفة كده. فمهتمين مثلا بأن أنتم تدوا كورسات للبنات علشان التجميل. بالظبط. احكي لي بقى عن الموضوع ده. كانت واحدة من البنات اقترحت الفكرة وقالت احنا كده كده يعني الاشخاص اللي بتشوف بتحط ميك اب واحنا كمان بنحط ميك اب عادي ما فيش مشكلة. ابتدينا نشتغل على الموضوع دوت وبنعد الحلقات ليه دلوقتي، خليها مفاجأة الفترة الجاية. حلقات دي هتنزل على السوشيال ميديا يعني؟ بالظبط. كل الشغل اللي احنا بنعمله بينزل على السوشيال ميديا، حتى لو لقاءات زي كده احنا بنعملها اذا كان في التلفزيون او اذاعة. طب اشرح لي يعني هي حاجه زي كده، دي حاجه عمليه جدا حتى لو نزلت على السوشيال ميديا، ازاي هيقدر يستقبلها المكفوف وهو مش شايف؟ لان انا بشرح بشكل صوتي. فانا لما بشرح بالشكل الصوتي دوت نسي مثلا طبعا تفاصيل بنات، فانا هقول انا انا كنت مستنيه انت بتقول سي، مستنيه هتقول ايه بقى. فدي تفاصيل بنات بس. هي طبعا هتقدر توصل رساله، لان طبعا احنا قبل ما بنعمل اي شغل احنا بنبقى مطلعين على الطريقه نفسها بتاعه توصيل المعلومه وبنبتدي نظبط ده مع بعضينا. فليدر الميديا بيقدر يظبط كل دوت. انتوا كمان في حلقات تقريبا او في انشطه موجهه للاسره والطفل؟
بالظبط، وده حقيقي، ده برضو من ضمن شغل الميديا اللي هينزل الفترة الجاية. بتركزوا فيها على ايه؟ فكرة ان احنا ازاي تربية الاطفال نفسها، دول الاعاقة، طرق التعامل معاهم، المراحل العمرية المختلفة ليهم، انا كأب او ام اتعامل مع الطفل ده ازاي، وان انا اغطي المساحة بتاعته عشان اسيب له مساحة امان، وفي نفس الوقت هو بيكتشف نفسه من الصغر، لان الاطفال كلهم كده. انت تقصد هنا الاطفال فاقدي البصر برضو؟ بالظبط. وبتشوف ان هو طبعا ليه تعامل مختلف عن الطفل غير فاقد البصر، وانت زي بتوعي الاب والام ازاي يقدروا يتعاملوا مع النقطه دي، مش كده؟ بالفعل. طيب ممكن كده تقول لنا شويه تيبس من الحاجات اللي انتوا بتقولوها، او شويه كده خطوات مثلا، انه ازاي انا الطفل دوت ارضي رغباته ان هو يستكشف نفسه من صغره، ان احنا كمان لما نيجي نذاكر له طرق المذاكرة نفسها بتكون ازاي، انا كأب او ام انا غير فاقد للبصر فهتعامل معاه ازاي، ايه الخطوات هو اللي ياخدها عشان يبتدي يكتشف ذاته، وانزله مثلا في أنشطة تطوعية يبتدي يشارك زيه زي اي حد. الرئيس طبعا موفر لنا الجزئية ديت، ان احنا بنندمج في كل حاجة، وانا بشكر الرئيس بجد على حاجة زي كده. انا كأحمد انا مدرب في 3 اماكن في الوقت الحالي، في واي الواي المشروع الرئاسي مودة، ودي من المشاريع الجميلة اللي بصراحة انا سعيد ان انا فيها، والحاجة الثالثة تبع وزارة الشباب والرياضة البرنامج التأهيلي للنشء تيك تاك. انت متخرج بقى من كلية ايه؟ انا خريج اداب اجتماع عين شمس. طيب احمد انت عندك 24 سنه بالزبط. متخرج من اداب اجتماع وبتدرب في 3 اماكن ومؤسس مبادره، انا شايفه شخص يعني معتمد على نفسه بشكل كبير جدا، طموح جدا، منظم جدا في تفكيره، وبيعرف ياخد خطوات على ارض الواقع يكون ليها تاثيرات كبيره، بس متاكده ان الشخص ده ما كانش بنفس الشكل في ثالثه اعدادي. ده حقيقي. ازاي حصل التغير؟ حصل التغير من ان انا مش عايز اقف، انا خلاص انا وصلت النقطة وعرفت انا حدودي ايه. بدا الموضوع لما انا ابتديت اتعامل برايل، واول مدرسه نزلتها فكان حصل دروب، انا كنت المفروض اليوم دوت اروح المدرسه، ووالدي كان تعب، ووالدتي كانت اجازه من شغلها بسبب تعب والدي دوت، هي خرجتني ركبت ابتدت تتابع معايا بالتليفون انا واصل لفين او رايح ازاي الكلام ده كله. فلما لقيت الموضوع سهل انا ابتديت اخد ستابس نفسها سهله معايا، ان انا اقدر، لا اقدر اتحرك، انا زي غيري. ما كنتش في البدايه بستخدم العصايه، بس لقيت لا ليها دور مهم جدا جدا، ان انا حتى وانا ماشي في الطريق ناس بتعرفني من العصايه ديت، ببتدي اوعي يا فلان انا اعاقه بصريه فتعامل معايا بالشكل ده، دي عصاية عشان تعرفكم ان انتوا ان احنا الناس اعاقة بصرية فتقدروا تتفادونا لو احنا هنكمل ماشي لوحدنا، او لو انت مش هتقدر تقدم لي المساعدة في الوقت دوت، لان اللي بيبقى بقى مستعجل ومحتاج يروح شغله، واللي متوتر عنده حاجة الكلام ده كله، فهو بيتفاداني وانا في نفس الوقت بكمل طريقي. ده خلاني ان انا اعتمد على نفسي خلال الفترة ديت، لا انا عايز اعمل حاجة، انا عايز ابقى حاجة، انا مش عايز اقعد. انا حد كان نفسي اخش علم علوم، قال لك لا دي مقفوله للاعاقات البصريه. ليه؟ قال لك عمليه اكتر. لا احنا بنثبت نفسنا في حاجات كتيره جدا، واكيد هيجي لنا يوم وهتتفتح العلمي لينا، يعني انا متاكد من حاجه زي كده، لان كمان احنا كل يوم في تقدم، العلم في تقدم وفي تطور بشكل كبير من الناحيه التكنولوجيه لينا ان احنا نندمج بخلالها، وبعدين احنا كمان بنحاول نطور ونتكيف على الأوضاع دي كلها. أنت بواقع كل المبادرات اللي أنت بتقوم بيها وكل الشغل في يعني كمجتمع مدني، أكيد بتقابل ناس نفسيا مش زيك. ده حقيقي. إزاي بتقدر تتعامل معاهم وبتقول لهم إيه، وإزاي بتساعدهم إن هم يسترجعوا الثقة في نفسهم والثقة كمان في العالم من حواليهم، وإن هم يقدروا ياخدوا خطوات عملية للأفضل؟ ان هو ياخد خطوه للافضل هو اللي هيقدر يساعد نفسه بنفسه، مش انا اللي هساعده، ولكن انا بكون دفعه عشان اساعده. اعتبر حضرتك دي من الحاجات، انا اسرتي كانت خايفه عليا بشكل كبير جدا جدا، انا لو انا ما اديتش لنفسي الدفعه ديت وهم لاحظوا ده فابتدوا يساعدوني على الموضوع دوت، اللي هو كل ما اقف لا انت تقدر، انت كمل، ما توقفش في مكانك. فدور مهم جدا الاسره نفسها، ان لما يبقى عندها طفل عنده اعاقه بصريه هي ما تقولوش خليك قاعد مكانك وهنجيب لك الحاجه لحد عندك، لا سيبه يستكشف، سيبه يروح ويتعامل،
هنمشي في البيت هنتخبط لحد ما هنحفظه. الأطفال في المدرسة لما أنا دخل كانوا بيجروا في المدرسة بيلعبوا كورة، أنا كنت مستغرب الوضع اللي هو أنتوا مش شايفين أنتوا بتتعاملوا إزاي، لحد ما حد جه قال لي دول عندهم خريطة في دماغهم فبيقدروا يرسموا المكان ككل. وده فعلا أنا لما خلاص نظري راح ابتديت أتعامل بهذا الأساس. صحابي نفسهم يقول لي هنا في كذا هنا في كذا هنا في كذا، فأنا على أساس اللي هو شرحه دوت أنا بقدر أتحرك وأتعامل ما فيهاش أي مشكلة. وكمان أنا كنت بنزل المعسكرات زي زمايلي، كنا بنبقى في فنادق، أنا كنت بخرج من باب الأوضة لحد ما أروح الأسانسير، أنا عارف زراير الأسانسير عاملة إزاي، فببتدي أتعامل. أنت استناني قصاد الباب تحت وأنا هجيلك لحد عندك. ف يعني الحقيقة الموضوع ما فيهوش أي مشكلة خالص، لكن إحنا نقدر نتعامل بنفسنا. احنا بنشكرك جدا جدا يا احمد، الحقيقه يعني كانت فقره يعني حقيقي ملهمه جدا، وانت شخص ملهم جدا، واتمنى لك دايما النجاح، واتمنى انه بوصله كفيف توصل لكل حد محتاجها، وانها تكون يعني ليها اثر كبير في حياه ناس كتيره قوي. احمد حسام رئيس مؤسس مبادره بوصله كفيف، بنشكرك شكرا جزيلا. وده انا بتمنى فعلا من حضراتكم انه يكون لينا صوت في المجتمع، انه احنا كمان يتم دعمنا من الجهات المختلفة. احنا بنسعى للتوثيق حتى الان عشان اقدر اشتغل على ارض الواقع، زي ما قلت لحضرتك انه احنا عملنا ايفنت في شهر 11 يوم 4، انه ابتدينا نشتغل على الاشخاص اللي معانا ونزلوا وعوا بطرق التعامل مع الشخص ذوي الاعاقة وايه هي العصاية البيضاء. الناس كانت متقبلة الفكرة وكانوا مبسوطين بيها، وكانوا بيقولوا لنا طب انتوا محتاجين دعم، انا مش هاخد فلوس من حد، ولكن انا اقلها اشتغل تحت اي مظله تخص الدوله من وزاره شباب ورياضه او وزاره التضامن، بحيث ان انا اقدر اقدم فعاليات اكتر على ارض الواقع. دي هتبقى ملموسه اكتر من الاونلاين، واتمنى ان برضو الاعلام يساعدنا في حاجه زي كده عشان نقدر نوصل. احنا يعني حابين نوصل بشكل كبير عشان نقدر نوصل صوتنا وطرق التعامل معانا وغيره من اللي احنا بنعرف نعمله طبعاً. وان احنا نقدر نشتغل زينا زي اي حد في شركات، وان احنا كمان نفتح مؤسسات وبيوت زينا زي اي حد. بنتمنى جدا ان كل حلم انت قلته دلوقتي يتحقق بمنتهى السرعه كمان، ويكون مؤثر مش بس في حياتك يا احمد لكن في حياه ناس كتيره قوي. بنشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله، يومكم حلو.